هعمل لكم فراخ اسمها تاسكن تشيكن او فراخ التاسكن. تعالوا نشوف مقاديرنا هوريكم هنعملها ازاي. اول حاجه انا عندي 2 صدور فراخ، عندي معلقتين كبار زيت زيتون، معلقه بابريكا مدخنه، معلقه ثوم مفروم، بصله مفرومه، ملح بحر، فلفل اسود، معلقتين كبار زبده، حبه فلفل احمر مفروم، 2 كرات مفروم، معلقه صلصه طماطم، 100 جرام طماطم تشيري، 200 ملي مرقه، نص معلقه اوريجانو، ربع كوبايه جبنه بارميجان، وربع كوبايه سبانخ فريش. طيب الفراخ دي لذيذه وسهله. اول حاجه هنعملها فيها ان احنا هنتبلها وهنحمرها، وفي نفس الوقت هنعمل الصوص وبعدين نزودها جوه الصوص. فانا دلوقتي هحط عليها، اني اجيبها عندي الاول، هحط عليها البابريكا، ملح وفلفل، شوية ملح بحر، بلاش ملح عادي احلى بكتير. وبعدين اقلب الفراخ في البابريكا والملح والفلفل. طبعا لو تقدروا ان انتوا تتبلوها بدري شوية وتسيبوها في التتبيلة، اي تتبيلة بتتحط بدري على الفراخ بتفرق في طعمها. خليها متتبلة كده 3-4 دقايق عبال ما نبتدي في الصوص. هحط معلقة زيت زيتون، هحط عليها الزبدة، وهنزل بالثوم الفريش مع الزبدة على طول عشان ياخدوا من طعم بعض. هنزل البصل المفروم والفلفل الأحمر، ملح البحر، سيبهم يتبلوا مع بعض شوية قبل ما ننزل بقية المقادير. ممكن أنزل دلوقتي عليهم الأوريجانو، أحط شوية كمان على الفراخ، تديها طعم حلو. ننزل دلوقتي الصلصة، سيبها تتسبك دقيقتين قبل ما انزل بباقيه المقادير. الثوم ده لو حد ما بيحبش الثوم صحيح زي ما هو، على اخر الطبخ خالص بيبقى استوى تماما. هتهرسوه بقى بطعمه احلى بكتير من لما يتهرس من الاول ويتحرق. هنزل دلوقتي الطماطم، الكاتشاري، والمرقه، سيبهم بقى يتسبكوا مع بعض شويه قبل ما انزل بقيه المقادير. على ما دول يتسبكوا تعالوا نحمر الفراخ مع بعض. هنزل صوص الطماطم على نار هاديه شويه تتسبك. تعالوا نعمل الفراخ مع بعض. هنزل برضو زيت زيتون، واول ما يسخن هنزل الفراخ عليه. هنحط عليها زي ما قلت لكم شويه بابريكا، ملح وفلفل، وهتزود في الاخر شويه اوريجانو. هنزل بيها على النار. انا هشتغل على نار عاليه عشان عايزه تاخد كراست الاول للجلد بره، وهتكمل سوا في صوص الطماطم. هنزل دلوقتي صوص الطماطم من الكرات فريش، سبانخ تقطعها برضو فريش، وهسيبهم برضو 3-4 دقايق كمان. مش تاخد وقت خالص عشان تاخد لون، بالذات احنا متبلينها وهي على النار كده. انا عايزه اعمل فيها شويه فتحات عشان لما ننزلها الصوص تشرب الصوص. وش التاني برضو. حاولوا ما تدوسوش جامد عشان ما تطلعش العصارة اللي جواها.
انا كنت المفروض اعملها قبل ما احطها على النار بس ملحوقه. هزود عليها دلوقتي حته زبده وهنزل بالكريمه على صوص الطماطم مع الجبنه البارميزان. جبنه البارميزان هتقل الصوص وهتديله طعم خطير. هقلب كل ده مع الصوص كويس. الصوص بتاعي كده جاهز لاستقبال الفراخ او ما تجهز. نزل من الزبده اللي حطيتها على وشها عشان تكمل تساوي وتديها طبعا طعم خطير. هرجع بقى الصوص على نار عاليه عشان عايزاه ياخد غلوه كمان وهنزل الفراخ فيه. ثلاث اربع دقايق كمان والفراخ هتبقى جاهزه. نزل بقيت الصوص كده على وشها. كل شويه بزود ده من على وشها في الصوص نفسه وممكن نقدمها دلوقتي. تعالوا نجيب طبق التقديم. ننزل الفراخ. ننزل بقى صوص عليها. طبعا الصوص تقل من الجبنه البارميزان اللي احنا حاطينها والكريمه